شو بتقول له اليوم لابنك؟ خليني اتخيل هذا الحوار اليوم. شو بتقول له؟ رح اقول له يمكن انه بتعرف في ناس عبالها تحكي وعبالها تقول بس مش عارفه بتضيع بتقول انا ضروري حمله هلا ولا خليه عم بيلعب وخليه على التليفون، شو بدي حمله الهم اللي انا حملته؟ انت شو بتقول له اليوم؟ ليك بقول له وسيم لبنان بلد فيه يكون كتير حلو هلا منه بأحسن شكل نحن عم نشوفه، بس فيه يكون كتير حلو. تيكون كتير حلو بدنا نعمل شيء على الأرض، ما بدنا نضلنا عم نحكي، بدنا نحن نتعلم ونتثقف ونوعى ونتطلع حوالينا شو عم بصير ونغير بالفعل مش بالحكي. وبتعلمه كيف يمارس اذا بدك واجباته تجاه هذا الوطن طبعا، حقوقه وين طبعًا، واجباته وين طبعا، ولازم يتابع انه لو الكل خالفه. وانا ما انا ما بدعي كل الاهل يربوا اولادهم على ثقافه سياسيه مش بالضروره تكون حزبيه. يعني مش بالضروره انا ابني ينتمي لحزب او يكون بفكر حزب معين، بس لازم يفهم سياسه، لازم يعرف الدستور، لازم يعرف القوانين، لازم يفهم هو شو مسؤوليته وشو مسؤوليه الدوله تجاهه تيعرف وين الصح والغلط. نحن هلا لانه ما عندنا هيدي الثقافه السياسيه الكبيره مربين عليها، نطلع انه نحن فعليا ما بنعرف مش كيف بدنا نحاسب اذا نحن ما بنعرف. وقت عم بنزل انا عم بحضر توكس وعم بسمع عالم بروفيشنالز عم يحكوا، عالم جايين من باك جراوند محاماه واوضات واساتذه جامعيه وخبراء دستور، بتنصدم طبعا، بتنصدم انه انا عندي حقوق هيك ما كنت عارف فيها. صدقوا تلاميذ لما قالوا نازلين ندرس تاريخ وتربيه في هذه الثوره، هي عنجل ثوره اذا بدك علم ونور فعلا مهمه جدا بالوجه الواحد وين بده يشوفها. صح. وهلا وفي شغله سوري كثير مهمه عم بتصير اليوم بهيدي الثوره اللي عم بتصير، عم بتخلي الشباب ترجع تتحمس انه تفوت بعالم السياسه ويصير عندها اتصال مع الواقع السياسي، هذا مهم. ما تضل مفصول عنه لانه عشنا سنين انا ليك ما بتعاطى واخر همي وكلهم حراميه و و و. طيب اليوم وقت عم نوصل على هذا الواقع اللي نحن فيه، عم تلاقي الشباب لا عم يرجعوا يهتموا يقروا يفوتوا يعرفوا اكثر، وهذا شيء هيدي مثلا وحده من انجازات الثوره اللي عملتها انه ردت الشباب اللبناني والصغار يرجعوا يهتموا بالسياسه، ما تكون انه رح تولد جيل جديد كمان ان شاء الله بالبرلمان اللبناني.